هل من مات في ساحة الجهاد نقول عنه بأنه شهيد؟ أولا الجهاد ما هو الجهاد؟ قال كل شيء يسمى جهاد الآن. الجهاد الصحيح الذي تنطبق عليه شروط الجهاد في الإسلام، فإذا قتل فيه إن كانت نيته، هذا لا يعلمها إلا الله، إن كانت نيته إعلاء كلمة الله هو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ونحن لا نجزم له بالشهادة، لكن نرجو له إذا قتل في معركة في جهاد صحيح شرعي، فإننا نرجو له الشفاعة ولا نجزم له بذلك، لأن ما ندري عن نيته. نعم.